السلام عليكم، معكم اوتوسكان تصليح السيارات موسى الدار البيضاء. بون عندنا اليوم كادي هذا، معلومه خفيفه ظريفه على على الفيدونج. بون هذايا نحينا له هذا الفاز هذا تاع الفيترا غازوال، نقيناه لداخل باسكو الفيترا غازوال تاعو كان موسخ بزاف كيما راكم تشوفوا معنا. هاوليك واش بدلنا له، فيترا يا الفيترا الويل وفيترا غازوال والزيت. المعلومه اللي بغيت برك نشاركها معاكم، المعلومه اللي بغيت نشاركها معاكم والزيت هاي ليك. المعلومه اللي بغيت نشاركها معاكم، كاين شحال من واحد يجيني يقول لي عنده بروبلام تاع الرسول يشعل، الرسول هذا يشعل يسينيالي في الطريق. بون واش يدير هو؟ يقول لك درت الفيدونج عندي، وقت ملي درت الفيدونج كيفاش درت الفيدونج؟ يقول لك درت الفيدونج نورمال. بون حبيت برك نشارك مع خاوتنا، لازم ندخلوا لهنايا، روحوا لي بارامات بسكانر باسكو الفيترا غازوال راهو فارغ. واش نديرو؟ ناكتيفيو البومبا. اوكي هكذا البومبا راهي تخدم، هاليك منا نحبسوها ومنا تقلع، هكذا البومبا راهي تخدم، هكذا البومبا راهي تخدم، راهي تمشي البومبا حتى يتعمر الفيترا غازوال، يكمل يتعمر الفيترا غازوال سي بو. حنا باسكو رانا خدمناها من قبل، بغيت برك نشارك معكم هذه المعلومه. هكذا كي نعمروا الفيترا غازوال تضرب بينوض، ما يقعدش كي يكون فارغ الفيترا غازوال تبقى تضرب باش يطلع الغازوال وكدايا، واش راح يسرى؟ راح البومبا دور بلا غازوال باسكو يكون الريح بزاف في الفيترا غازوال تاعو، ومن هذا الشيء اللي راهو يصرى البروبليم تاع لي اش بي. هذه معلومه لخاوتنا ان شاء الله اللي يديروا الفيدونج كي يبدلوا فيترا غازوال، ما الا ما عندكش سكانر يعني كاين طريقه باش دير تعمر الفيترا غازوال تاعك مليح، عمرو بيان ومن بعد طلق الفيترا غازوال غير بالعقل داخل الفاس باش ما يكونش الريح في الغازوال، ما تفتح لي زانجيكتور ما تقعد تبرجي فيه ما والو. هذه هي الطريقه الامثل، واللي عنده سكانر هذه هي الطريقه الامثل والحاجه المليحه. هذه هي وتحية.